والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا رسول الله القائل في الحديث الصحيح: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلاً كلما غدا أو راح. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الأحباب، المسجد له علاقة وثيقة في الإسلام. لماذا؟ لأن المسجد هو الوسيلة بين العبد وربه، هو سبيل المناجاة بين العبد وربه. لذلك من البشريات لأهل المساجد أن الإنسان عندما يدخل إلى بيت الله ويقرأ بفاتحة الكتاب فإن الله تبارك وتعالى كما يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. لذلك أيها الأحباب، هذه وسيلة بالأرواح بالقلوب بين العبد وخالقه. ومن أهم المشريات لأهل المساجد أنهم جيران الله يوم القيامة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا كان يوم القيامة نادى الله على ملائكته وقال: يا ملائكتي أين جيراني؟ يقول الملائكة: يا رب، ومن الذي ينبغي له أن يجاوره؟ من الذي حاز على هذا الفضل العظيم؟ فيقول مولانا: أين عمار المساجد؟ أيها الأحباب، من البشريات لأهل المساجد أنك عندما تأتي إلى بيت الله تحرق الذنوب حرقا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تحترقون تحترقون. فإذا دخلت المسجد وصليت الفجر غسلت الذنوب وحرقتها حرقا إلى أن وصل إلى صلاة العشاء وهو يقول: غسلت الذنوب وحرقتها حرقا إلى أن تناموا فلا يكتب عليكم شيئا حتى تستيقظوا. فهذه أعمال عظيمة ينبغي على الإنسان ألا يبتعد عنها وأن يجتهد أن يكون من عمار بيت الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، المسجد هو المكان الذي تفرج فيه الهموم،
وهذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. إذا لزم الواحد منهم هم كرب إلى أين يذهب؟ يذهب إلى الناس، يذهب إلى هذا أو ذاك. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعذ به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والكوني. لذلك عندما كانوا يقعوا في كرب يذهبون إلى المسجد، يذهبون إلى المحراب ويجلسون فيه. وهذا ما فعله أحد الصحابة رضوان الله عليهم عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد في غير وقت الصلاة. هل يتركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إليه وقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك تجلس في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: يا رسول الله، ديون وهموم لزمتني يا رسول الله. فجاء إلى هذا المكان الذي تفرج فيه الهموم، الوسيلة بين العبد وربه. قال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، سأدلك على كلمات لو قلتها لأذهب الله همك وفرج عنك كربك إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: ما تعامل بطريق التجربة، سأجرب مع الله، لكنه تعامل بيقين وثقة أن الأمر كله بيد الله. فيقول: بعدما عاش في هذه الثمرة يقول: فوالله قلتها في الصباح، فوالله ما جاء المساء إلا فرج الله همي وسدد عني ديني. سبب له الأسباب بطريقة لا يعلمها إلا الله. لماذا؟ لأنهم تعاملوا مع الله بصدق. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد حتى ولو كانوا غير معروفين بين الناس. فكم من مشهور في الأرض مجهول في السماء، وكم من مجهول في الأرض مشهور في الملأ الأعلى لأهل السماء. النبي صلى الله عليه وسلم امرأة يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهتم لشأنها أحد ولا يهتم بها أحد. ماذا كانت تفعل؟ كانت تنظف المساجد لله، كانت تحرص على بيت الله. النبي صلى الله عليه وسلم فقدها فسأل عنها، فقالوا: يا رسول الله، إنها ماتت. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لماذا لم تخبروني حتى أصلي عليها؟ دلوني على قبرها. فدلوه صلى الله عليه وسلم على قبرها، وصلى عليها صلى الله عليه وسلم،
وقال: إن هذه القبور مملوءة بالظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم بسبب تعلق قلبها بمساجد الله، ببيوت الله، أو كما قال الله وأنتم تؤمنون بكم. سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب، من البشريات لأهل المساجد كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن أوس بن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وأنصت ولم يلق لم يتكلم في أي أمر من أمور الدنيا كتب الله له أجر سنة، أجر سنة صيامها وقيامها. أيها الأحباب، أمور عظيمة ينبغي على الإنسان أن يسابق إليها وأن ينافس عليها. لذلك المسجد مرتبط باسم الله سبحانه وتعالى. هارون الرشيد في يوم من الأيام أغضبته زوجته فحلف عليها ألا تبيت في ملكه، وإن باتت فهي طالب. فلما جلس مع نفسه جاء بجميع العلماء. ملك هارون الرشيد من حدود الصين شرقا إلى باريس غربا، لا توجد طائرات، أين تجلس وأين تبيت حتى لا يقع اليمين؟ حتى اهتدى إلى الإمام أبو يوسف وجاء وقال له: يا أمير المؤمنين، إنك قلت أنها لن تبيت في ملكك هذه الليلة، وهذه الليلة ستبيت في المسجد، لأن المسجد ليس ملكا لك إنما ملكا لله، وأن المساجد لله. أيها الأحباب، نسأل المولى تبارك وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على مصر وصب وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. وآخر الأحوال الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.